عودة لمتابعة عالم الصباح لليوم الأربعاء 20 شباط 2013. بعرف كلكم ناطرين لما بيشوفيه لتشوفوا شو في أخبار جديدة وفاشن بوليس جديد، بس قبل مضطرين نمرق عند الشيف شادي. شيف، بلشت عمر العرزال برا على الشجرة، بس بما أنه طابق المئاتي والصيد على الأصبيط بزيادة عليك أصلا الكوخ. ديكور قصب حواليك ورشة ملح. بدي عمر قفص كبير مشان نقعد كلنا سوا جوزيف. اوكي احبائي، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا. 5 دقائق بدنا نشرح وصفه كثير حلوه، بس قبل بدي احكي عن شغله صغيره. بعض الاشخاص اللي عم يسمعوني او عم يحضروني كل يوم عندهم مشكله بالاسامي، يعني بس يسمعوا اسم وصفه غريب شوي، من وين جبرنا هالوصفه، كيف بتنعمل، ودخلت لنا على مطبخنا وطلعنا ونزلنا. اوكي، ما تحفظ باسم الوصفه مش ضروري، بس نحفظ كيف بتطبق الوصفة. مش ضروري نحفظها. كنت بأمريكا عملنا حلقة على التلفزيون، عملت المحمرة، بعدهم لليوم بيعرفوا يلفظوا أول حرف، بس اتعلموا الوصفة ويسموها عزوقهم ما عندي مشكلة. اليوم عنا البيروات اللي هي بيروت مع الألف بعد الواو وبعد التي الطويلة أو قبل التي الطويلة. بيروات اللي هي وصفة من المغرب كتير طيبة، من الباف بيستري أو من عجينة البقلاوة، محشية بقلبها أو لوز أو قشطة، أو ممكن تكون محشية دجاج، سمك، اللي بدكم إياه. أنا اليوم بدي أحشيها ريدس بقلبها. هلا ما نتعلم أول شيء كيف بنحضر صوص الريدس اللي فينا نستعملها لكتير من الأطباق، إن كان رز حدا، ان كان نودلز حدا، ان كان باستا حدا، وان كان اي نوع من الخضار حدا. لك وش عملت انا؟ جبت من البصل الاخضر، هون بدي احضر الصوص، وهون بدي احضر سلاد. اوكي، زيت زيتون. اوكي، هاي السلاد مش مكتوبه، هلا انا بدي اعملها لانه جوزيف صايم، مش صايم جوزيف، عامل ريجيم لجسمه، فانا باليوم بدي اعمل له وصفه اوكي ما يدخل فيها اشياء دهنيه. رح احط له كيلو سمنه، هلا بشوف. اوكي، ليكو شو رح اعمل هون. اول شغله هون رح نحضر الصوص. اول شغله رح اعملها من بعد زيت الزيتون والبصل الاخضر، بجي على الطحين، بنحط ملعقه واثنين وثلاثه هيك، او ملعقتين ونص من الطحين فوق زيت الزيتون او الزبده او السمنه، انا عم بستعمل اكيد زيت الزيتون بهالطريقه هيك. طلعوا كيف، مع البصل الاخضر ومع الزيت. يعني انا هلا عملت شيء اسمه رو مع زيت الزيتون. هلا شو بعمل انا؟ ببلش اول شغله بعملها، بلش حط عليها نتفه صغيره من مرقه الخضار اللي انا عندي. انا عامل مرقه خضار، صرنا نعرفها كمان، نعملها كمان عن غايب. اللي بدي اعمله انا هلا، اول شيء بضيف شوي صغيره من المرقه اللي كمان كانت عم تغلي. طلعوا كيف، هون بتبلش تتكون عندي صوص. بس تكون عندي صوص، بضيف عليها من الحليب، وبعدين بطيبها بالملح بالفلفل وشوي صغيرة من البابريكا. هيدا واحد. وبالآخر منضيف عليها من الأريدس المسلوق المقطع. يعني أنا مجبور أسلق الأريدسات بعدين قطعهم وبضيفهم بالآخر، لأنه ما لازم يغلوا كتير، إذا غليوا كتير بيشدوا وبيقسى عنا الأريدس. أنا شو اللي بدي أعمله هلأ؟ رح أحط شوية حليب هون، وهلا بتتكون عندي الصوص، بعدين بطعمها وبضيف القريس. اما هون مع زيت الزيتون اللي بلش هلا كمان يحمر لي البصل الخضره، بزيد عليه كمان حبوب القريدس هلا المسلوقين العادي بهالطريقه هيك. ها، 1 2 3 حوالي يعني شي دقيقه دقيقه ونص، بحطهم على جنب تاعمل فيهم سلاد. بتطوش بتطوش يا جوزيف، شفت شو بحبك. اليوم رح احضر لك سلطه قريدس مع زيت الزيتون من دون اي دهون، ورح احضر لك بعدين الكفته من دون البيض ومن دون دهون. حبه خصائص اصلا ومتبادله، بتعرف هذا الشيء انت. نرجع لعندك ولعند شوفي. ثانك يو لك شادي. قلنا عودي مع، بتعرف كيف مهضومه بعثوا لي اياها الولد صغير عتلين هام، عم بيقول يا الله الاوليف اويل معمول من الاوليف، اقول كون البيبي اويل من شو معمول، وعتلين هام. خايف انه يعصروه. نحن وياكم بشوفيه اليوم فاشن بوليس واخبار جديده طبعا، وكيف نربط كل السكارفز اللي عندكم اياها باي طريقه شو ما كان موديلها. شوفي
صباح الخير لما. صباح النور جوزيف. عن جد رح تحلي لنا اليوم مسألة كتير كبيرة، يعني اوقات بنحطها هيك، اوقات بنحطه هيك، اوقات لورا، اوقات ما بنعرف كيف بدنا نلبس السكارف معنا. اكيد اليوم رح اعلمهم شوي، يعني ما فينا نعلم كل السكارفز. نقيت اكثر شيء ممكن مستعمل، لا واشياء بتفكر حالك انه عم تستعملها صح وهي بتكون كثير هبج يعني مثل ما بيقولوا. بس قبل ما ننتقل للسكارفز وعندنا تيبس ان شاء الله يكون عندنا وقت، عندك جوله طبعا. عندي جوله على الموز من الجولات اللي عملناها فاشن بوليس، والتقيت بشخص رح تشوفوا الصدف شو حلوه. خلينا نشوف اول فاشن بوليس لليوم. يلا. او ماي جاد. Unbelievable. هلا التقيت بخليل، بخليل خليل يوسف، خليل يوسف اللي خيي، يعني هو نعرف بعضنا من وقت ما انا عمري 14 سنه وهو كان هالقد، كان صاحب خيي. I do need a makeover. I need to lose a lot of weight actually. اوكي بليز طلعوا لي بخليل، غير انه كثير كثير لذيذ ومحبوب. كنت ضعيف انا بالزمن، بعرف هيك مثل ورقه. شوفيه ليه؟ تشيزبرجر. بتهتم بثيابك، بتهتم باللوك، يعني وقت بتروح لحتى تشتري ثياب خليل. Not really. And the reason is because of. لأنك أخذت وزن. لأني زدت وزن، فقلت بكره بضعف بعدين بظبط. اوكي بس قبل كنت أنت كثير تهتم بحالك. مظبوط. نو؟ مظبوط. اوكي. بس منه لابس غلط، هي بنكيفيه كمان. كمان بنكيفيه، منه لابس غلط، لأنه هي نوز عندنا هون أوفر ويت بنلبس غامق. مطرح ما في شفتوا ولايرز كمان ولايرز ايه فظيع، لانه في عندنا بطن ما بلبسه مزمرك، لا بلبسه واسع لحتى ضيع شوي، بس لابس غامق. سو جينز افتح اند هيز دوينج ذا رايت ثينج. عادة الشباب ما بيهتموا اذا عنده اوفر ويت، شوفي لابس رياب العرض، لابس كارو. خليل ربحت معي. يور دان فيري، يور دان، يور فيري جود. هلا اي نو يو توك سم بيكتشرز اوف مي، دو يو مايند اف اي تيك ا بيكتشر فور مي؟ Of course, please فينا نتصور. يعني حتى أصحابك ما بترحمني. أبدا. وأول ما شافني تاني هو عم بيحضرنا من أمريكا ودغري قال لي تيبي أنه أول ساعة الهم عرف لازم ياخدك بالأحضان، يعني أنا بس هلا شو رح تعمل؟ رجعت تقول دغري قال لي أنا آخذ وزن. مع العلم أنه الوزن مش هو المهم ابدا، هو كل واحد جسمه شكل، بس بده يعرف بالطبع ينسق ليش هالتلبق له. نعم. رح ننتقل للسكارف. هلا انا ان شاء الله ما خبط كثير ميكرو، هيدا سكارف بس مش خط، يعني انا عم بطلع فيه كفيته منين ظاهر وين رايح، وهيدا سهل كثير. اوكي رح نورجيه عن جديد. هيديك المره حكينا عن هالموديل، بس رجعوا طلبوا مني قالوا لي اذا فيك نفس الموديل ترجع تعيديه. اوكي الفولار مثل ما انكم شايفينه اخذناه على طاقين. اوكي اوكي والرجال اجمالا نفسه بيجو. نفسه بس نعمل هيك، نعمل واحد صح. اوكي هلا لنتفنن شوي اكثر، هي بنعرفها، هي بنعرفها. رح نعمل طريقه ثانيه، ناخذ الجهه اللي فيها هاي الفتحة. الرجال ما بينعمل مثل ما كنت انت عامله؟ بلا اوف كورس، بس انه رجال اهونلن، عرفت؟ انه هلا رايح على سهره عندك وقت حاطط سكارف سلك فيك تعملها. أوكي. اوكي فوتنا الفولار هون، هيدي العقده بفتلها. اوكي هي هيك بفتلها هيك. أوكي. وبفوت الجهه الثانيه بالداخل. اوكي بعدين بالفولارات مثل كاني جدلته، ريحوا يعني خلوا الفولار نحسه فلافي، مش كانه شد. بس لازم يكون فولار يعني مثل هيدا شوي سميك، حتى على الرقيق بيطلع حلو. يعني انا كمان جربته وكثير سميك. لا وكثير سميك لا مش حيبين، يعني حيكون اصلا ضخم. بس وقتها بكون كثير سميك وقتها بتقسمها على اثنين بتخف السماكه. اوكي جرب. ايه كيف لكان انا بكون هالوقت عم بورجي عقدي ثاني. اوكي بس حبيت العقدة كثير مرتبه، حتى عن جد نعطي الهم كيف نحطه بيكون مش مرتب 100%. يلا تمرن عندك لخلص. راح ورجيكم فولار تاني انا اكيد على لنربح وقت طويته بطريقه فنيه. اذا لونين جربوا خلوا اللون يبين انه نحن قاسمينه لونين. اوكي مزبوط هيك اكيد لا اكيد لا.
ما عملت مثل ما عملت. لا لا غلط. اوكي بس بيصير في سنه رح نفوت عندك انت عاده عندنا طريقه نلبس الفولار بطريقه هيك انه على السريع بنربطه مثل ما عم بورجيكم الربطه اللي كثير بشعه اللي انا ما فيي اتصورها اللي بتطلع عقده هيك. اوكي نحن رح نعمل هالعقده بس بطريقه كثير فنيه بناخذهم على نفس الطول عند الجهه اليمين شوي اطول. اوكي بعدين بدي اعمل بدي غش بدي اعمل مثل عقده على ايدي فوت الجهه من هون. اوكي عملت عقده. اوكي بفتلها يعني. ايه بدها هي في دراسه كرافات يعني كرافات بس انت بتفكر انك عملت كرافات صارت العقده بطريقه فنيه عرفت مش العقده اللي كنتوا شايفينها قبل اللي مش حلو عرفتها بتعقدها اثنين عملت عقده مرتبه السكارف بده يكون مرتب يعني حتى وقتها بدي اقعد بدي اطوي بطريقه حلوه قبل ما لفه على رقبتي ما بعرف الميكرو اذا ماشي حال اوكي مثل ما انكم شايفين عملناها بطريقه كرافات. سؤال صغير نعم هي ولا هي؟ لا اخذت اثنين بدك تاخذ وحده. ايه قاعده بفتكر برات الهواء. اوكي ايه عظيم برما عظيم لا لا من هونيك ايه ايه اوكي دان برافو اوكي لكن شفنا العقده اللي عملناها بهالطريقة منكون عقدنا الفولار بطريقة منا كيف بيقولوا مش عم مثل ما برجع بعيد كيف حلو كان عملتي. كان واحد برجع بقلكم انتو عنا عادي نحن دغري بنعمل هيك ايه هيدا الشيء مش حلو ابدا. اوكي بنكون وحدة اطول من وحدة بنعمل عقدة طويلة ايه عن جديد كرمالك عم برجع بعيدها العقدة. اوكي بس وقت بعقدها هيك خليها مفتوحة وين السر بدي افتلها بدي افتل الجهه يلي هون لافتلها ليبين الشكل القماشي من برا. اوكي لحتى تزبط معنا بشكل كرافات. اوكي مين علمك اياهم؟ لحالي تعلمت مين علمني اياهم؟ اوكي هلا نعم ما ترد علي ما ترد علي ما له اصلا صوته مش مفتوح رح اعلمكم شغله كثير حلوه بهيدا الفولار في شيل بيغطي الوجه في شيل بيغطي الوجه بيغطي الوجه كليا بده يهديني واحد هيدا الفولار انا قصدت ورجيكم عليه يلي بيكون مثل الشاش اوكي لحتى يعطي هودي حتى درجين في منهم للرجال للرجال اوكي عندي جهه اوكي اوكي عندنا في شريط الاير بيس بفتكر يعني بعرف انا خربت الهيئه اليوم بس ماشي الحال نبرمون سوري بس مفروض ورجي للمشاهدين لانه هن طلبوا يشوفوا هالشيء. اوكي ايه بتصور انا عم بشتغل بلا مرايه برمي 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 ومفوت من جوا منفوتها من جوا اوكي وهي بفوتها كمان من هون اوكي بفوتها من هون بس ما بفوتها كليا لانه بدي اترك فقط وحده هيك وهي بفتلها بهالطريقه لحتى اذا عملت هيدا بدون مرايه عن جد انا بزقف لك سوري بس انا بتصور يعني انه مفروض لو كان عم بقدر اشوف اكثر انا بقصد انه اذا ظهرنا دائما لازم نكون كانه عاملين ديزاين بالفولار مش بطلع بس عملته بطريقه فن بحد ذاته ايه بقى اذا بدي اعملها ويكون في تو ليفلز دائما بدي السكارف يكون واضح عرفت بتصور بهالطريقه وهذا بدفي بنفس الوقت اوكي انا مش ضروري اعمله هيك يعني عرفت بطريقه حلو كتير. فنيه أوكي. اوكي هيدا للفولار نمبر 2 هونيك شو؟ هونيك خلصنا من السكارفز لليوم اوكي رح نحكي على بعض الطرق كيف نلبس التياب بس رح مشي التيبس هلا وخلال التيبس رح نحكي عن البرنت
يلي هو الديزاين هيدا، وراح وقف الصوره ونحكي عن القطع يلي موجوده معنا. رح ننتقل لاول صوره. اول صوره شوفي شوفي. دائما بنشوف اغراض بنلاقيها حلوه على غيرنا، اوكي؟ بنقول لي انا كثير بحبها بس انا ما بتلبق لي. لازم ناخذ عاده، ما في شيء ما بيلبق لنا، كله بدنا نجربه. اوكي. انا قصدت احكي بهذا الموضوع اول شيء، جربوا بعدين بنشوف اذا بيلبق لكم ام لا، اوكي؟ مش دائما كل شيء حلو على الغير. طيب هذا بالطول ما بيلبق لحدا شو؟ هيدا ما خص الطول، هيدي صورة عم نحكي بالإجمال، الطول أكيد بضعف، هيدي شغلة معروفة. نوصل على قصة النيود بالشوز، ثلاث أرباع الوقت الناس بتبنك، بيشتروا قطعة وسكربين شو عندي بالبيت، يعني عادة بتروح الست لتشتري قطعة بتقول أنا عندي أسود وذهبي وعندي كحلة، لا بدي أجيب فستان بتناسق معي اللي عندي لما أشتري سكربينة جديدة. أنا بقول لهم هيدا اللون لازم يتواجد عندكم، يعني مثل ما الواحد عنده الاشياء البيسكس بالبيت، لانه بيركب هاللون على اي لون فستان، يعني بيج وبني فاتح نيود بسموه نيود كلر الجلد، يعني ايه من لون الجلد. اوكي رح ننتقل على الابيض عن جديد. الابيض هون صحيح حكينا عنه كل مره معك جوزيف بتسيق بالابيض، وقتها بتقيسوا قطعه بالمحل عملوا معروف، خذوا القطعه وطلعوا وقفوا بالضوء، مش ضوء الموجود اللمبة. بالمحل اطلعوا لتشوفوا اذا فعلا بليله وقديه بليله، اوكي؟ لانه في اشياء ما فيكم تلبسوا تحتها دوبلاج، يعني ما فيك تلبس لا كومبينيزون ولا تعملوا تغطيه، فاتاكدوا لحتى ما تروحوا على البيت شادين قطعه تطلعوا بالاخر مش لابسينها، بسطتوا فيها بالمحل ويكون عندكم ايفنت ومجبورين تكون ملعوبه، اوقات تكون القصه ملعوبه الاضاءه هونيك لحتى تشتري القطعه. اوكي بعدين نحن بنحب نلبس شيء بليله، هيدا بخصنا، اوقات الناس تلبس اشياء بتليله لابسه تحت اندرويرز لا تظهر، لانه في اندرويرز مثل ما بتعرفوا معموله بطريقه انه يبين البروتيل يبين، هيدا صار غير حديث. أوكي. بس في عندكم شفافيه كثير صعبه اللي هي شفافيه بين الاجرين والبرا، بدنا ننتبه عليها بالنسبه للابيض. اوكي هلا رح ننتقل لثاني صوره هي الزرار. شو قضيه الزرار؟ نشتري قطعه وانا اكثر شيء بحب بالسيجمنت تبعي شدد انه مش كل شيء بدنا نشتري يكون غالي، يمكن انا اشتري قطعه كثير رخيصه وفيري سمبل، كيف بدي تقلها؟ الزرار هن اهم شيء، يعني اذا بتروحوا بتشتروا بس زرار والزرار بيكونوا مش رخاص، بتبين القطعه دغري انتقلت من السبور انتقلت للشيك وانتقلت للشيك الغالي، يعني عندنا شغلتين بتقلوا القطعه هن الزرار. أوكي. وهو كيف تخيطت، يعني الفينيساش تبعها. اوقات بنشتري قطعه درز مبينه. طيب ونحن ما عندنا امكانيات انه نشتري اشياء مثلا غير هالقطعه عندي اياها قديم، شو بدي اعمل؟ بفك الزيف وبلزقه في تلزيق معين، فينا نشتري بمحلات اللي فيها زرار اللي فيها قماش، وهيدا التلزيق مين بيستعمله عاده؟ بيستعملوه الديزاينرز الكبار. يعني القطعه ما بتتقطع بتجي كانها ملزقه تلزيق ببين هوت كوتور، فالواحد منه مجبور يشتري قطعه غاليه، بيقدر هو يتقلها بالزرار وبينتبه الزيف كيف معمول. اوكي اوكي معنا دقيقه ونص لازم يلا على السريع اهم شيء على البرنت، رح ننتقل للبرنت. البرنت اوكي كلنا بنحب البرنت وحكينا على البرنت 200 مره، رح اعطيكم تب صغير على البرنت اللي شايفينه قدامي، فينا نشيل الزنار ونشوف هالبرنت. هاي القطعه اللي شايفينها اوكي هيدي فينا نلبسها تحت قطعه تانية، يعني ما تروحوا تلبسوها على الحل، انا بالنسبه لي راحت قيمتها، يعني بنبين البرنت خطر فينا نوقع بالمبتذل، فاذا لبسناه تحت شيء تاني أوكي؟ اسود مثلا اسود بضل ببين البرنت ببين اليجنت بلا ما نكون مبتذلين، مظبوط، لانه البرنت خطر. هلا ببين شقفه من فوق شقفه من تحت اتس فاين، بس مش كلها مثل هون، هذا الاكزامبل عم بعطيه للتنوره. اوكي اوكي انا عندي تنوره بدي طولها بطريقه من الطرق عجبتني، بس ما في انا البسها بهالقصر اذا انا اجري ما بيبقولي بلبس وحده تحت برنت بين شقفه صغيره منها وبلبس بوت، هيدول خاصه للي عندهم ركب شوي عراض وما فيهم يلبسوا قصير، بهالطريقه انا بغش بكون مشيت على الموضه لبست برنت
بالنسبة للكنزة. وبالنسبة للكنزة كيف فينا نعمل ميكس اند ماتش بالالوان؟ انا اليوم لابسه رمادي وابيض، بس انه الرمادي رايي والابيض. هاي الجاكيت جايبتها معي، ما تخافوا تلبسوا ديزاين مختلف بس بنفس العائله. يعني انا اذا لبست هيدي الجاكيت مع يلي لبستها بتزبط مع الناس، بتقول لك لا لازم البس سادة، يمكن البس بس رمادي. ايه. اهم شيء اسمه ميكس اند ماتش، في يكون الديزاين غير. دائما بنخاف من هالشغله، بنخاف من هالشغله، ما تخافوا من هالشغله. يعني طالما تلبسي هي فوق هي ابدا. وبحب اذكركم بما انه عجلنا واخذوا سكارس من وقتنا، بكره كونوا معنا على الموعد بسيجمنت تبع شو فيه. انا رح استقبل فنان ميشيل ليون، هيز هير دريسر، هو فيزاجيست وكمان ميك اب ارتست، رح يورجيكم دغري مباشره على الهواء كيف نقدر نعمل موديل للشعر بسهوله، ننتقل من السبور لسهره بلا ما نحط كثير سبراي ونعملها نحن بالبيت. وشوفي وشوفي بشوفك بكره لكان لما ثانكيو لك لكل المشاهدين. لحظات قليله وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم مع جين نصار والجمال، ورح نهتم اليوم بعمر المراهقه عند البنات والفتيات كيف لازم يعتنوا بوجههم.